بسم الله الرحمن الرحيم. أيها العلماء، لكم مكان من عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. الناس يحبونكم. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء كلهم نيام إلا العاملون، والعاملون كلهم في خطر إلا المخلصون. الإخلاص في القول والعمل هي أهم شيء، هي مهمة. كلنا نجهد في سبيل الله بلساننا وبقلمنا وبقواتنا وبأموالنا، كلنا نجهد، ولكن جهدنا نتثمر إذا يكون نيتنا بالإخلاص. أول شيء إخلاص، أول شيء إخلاص في أعمالنا وفي أقوالنا. إذ يكون الإخلاص في أعمالنا يتأثر في الأمة إن شاء الله بإذن الله.